اتنين مراسلنا في البطيخ هناك من مواقع من مدينة تيزو. والله العظيم في مدينة اسمها مدينة تيزو، والله العظيم ثلاثة مدينة اسمها تيزو. لا اسمهاش تيزو يا اخي، اسمها مدينة ايه؟ تيزك، مدينة تيز. تيزك هي في مدينة كده في قولوا معايا في حبيبتنا جارتنا قولوا معايا قولوا معايا العربي الجزائر اسمها ايه؟ مدينة ايه يا رب؟ مدينة ايه؟ ولا صاحبي كان حاططها لي على البتاع، هي فيها حاجة كده واخد بالك، بتخش فيها فانت تنزل بقى انت المدينة دي تقول انا في تيزي. اسمها تيزي، مدينة تيزي. تنزل بقى مدينة تيزي، تتصل باصحابك هيقولوا لك انت فين يا حمادة؟ اقول لهم انا في تيزي، انا في تيزي. وقالوا لك ايه بقى درجة حرارة تيزك؟ تقول لهم درجة، والجو في تيزك، واخد بالك انت ازاي؟ شفته؟ لا مش دلوقتي، الثروه القوميه للدماء. ارجعوا انتوا بقى مكانكم سالمين، اقفل، حط الولعيته، الولعيته، حد معاه ولعيته؟ اهي جاهزيته، شد جوانيته، حد ماشي؟ لا نأمن.